طب انا عندي مايستينيا جرافيس، شو هو المايستينيا جرافيس؟ جرافيس يعني كريف، يعني بيسبب لي مسل ويكنس. تمام. مايستينيا جرافيس هو عباره عن اوتو اميون ديزيز افكتنج سكليتال مسل، يعني مش سبيسيفيك لكل المسلز، يعني بس بيروح للسكليتال مسلز. تمام. فويكن اب فيل فاين، يعني انا بصحى الصبح مثلا، انا لو سمح الله لو معاي مايستينيا جرافيس، انا بصحى الصبح ما عندي اي مشاكل، بتحرك بشكل طبيعي، بس كل العمليات الحيويه بشكل طبيعي، ولكن مع التقدم في اليوم والساعات بتمر، at end of the day feeling weak sometimes from repetitive movements، يعني مثل chopping vegetables، يعني انا قاعد بقطع خضار، انا ايدي بتتحرك بشكل كبير، فبالتالي انا بتعب بشكل سريع، او مثلا extra ocular muscles بتعمل لي control الموفمنت للاي، تمام، فبالتالي controls the eyelid، ممكن يعمل لي ايش؟ هاي بالتالي انا ممكن يعمل لي دايبلوبيا، يعني دبل فيجن، يعني الحول بشكل عام، يعني من احدى اعراض المايستينيا جرافيس انا بكون عندي دبل فيجن، لانه انا صار عندي ايش؟ صار عندي خلل في عمليه الاكسترا اوكيولار ماسلز لكنترولينج اوف موفمنت، او ممكن يعمل لي بتوسيس اللي هو دروبينج للايلتس، يعني بتلاقي هيك العين شوي مغمضه، عرفنا؟ فبالتالي هو اوتو اميون ديزيز افكتنج سكليتال ماسل. preferentially affects، يعني بشكل اكثر بيأثر باليونج وومن بعمر اقل من 40 سنه حسب السلايدات، يعني من 20 ل 30، تمام، او الاولدر من، يعني بشكل متساوي سواء رجال او نساء، مش شرط رجال حسب السلايدات، من 60 ل 70 سنه، تمام. causes of bimodal distribution، تمام، is unclear، يعني احنا مش عارفين شو اللي بيسبب بشكل رئيسي هذا ايش المرض المايستينيا جرافيس. فهو انا بدي ارجع بس للنقطه انه انا والله بيصير انا عندي بريفرنشيالي بياثر النساء اقل من 40 ومن عمر 60 ل 70 الجنس متساوي في التاثير انه يصير معهم مايستينيا جرافيس. تمام. الان هو اوتو اميون ديزيز بروح على النورو ماسكولار جنكشن وبياثر لي هذا. كيف بياثر؟ بيقول لك انه انا هذا موتور اند بليت، شو بيعمل لي ريليز؟ بريز للاسيتيل كولين. الاسيتيل كولين شو بيعمل لي؟ ويتش باينز تو نيكوتونيك ريسبترز، هذول النيكوتونيك ريسبتر، وبالتالي بروح على المسلس الممبرين على النيكوتونيك ريسبتر وبرتبط فيهم الاسيتيل كولين، وبالتالي بنزل بيعمل لي اكشن بوتنشال، بيعمل لي مسل كونتراكشن. هذا الوضع الفسيولوجيكال الطبيعي، تمام؟ صح ولا لا؟ تمام. انا هذا صار عندي الفسيولوجيكال كونديشن. انا بالنسبه للمايستينيا جرافيس شو بيصير عندي؟ بيصير عندي هو عباره عن تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي، اللي هو بيعمل لي سايتوتوكسيك انجري. شو يعني؟ يعني بيقول لك ميدييتد باي اوتو انتي بوديز، يعني بيجي انا عندي سايتوتوكسيك، بشوف بقول لك انت شكلك مش عاجبني، روح يا بيسل تعال يا شغلك، روح اعملي لي انتي بوديز يا البيسل، روح اعملي لي انتي بوديز، وايش اعملي لي؟ اعملي لي الاتي. فانا بتيجي عندي البي سيل تروح تعمل لي انتي بوديز، بتروح ترتبط لي على النيكوتونيك ريسبتر، وبالتالي الاسيتيل كولين بيقول اح انا وين اروح يا معلم؟ معلم انا مكاني راح، فبالتالي ما بروح الاسيتيل كولين يرتبط بالنيكوتونيك ريسبتر، فبالتالي بيختفي الاكشن بوتنشال، وبالتالي ما بيصير عندي مسل كونتراكشن. صح ولا لا؟ فهذا اللي بيصير في حاله المايستينيا جرافيس. تمام، هيك الجزئيه ان شاء الله وضحت كيف بيصير انا عندي الديزيز.